ماما قومي يا حبيبتي عشان تاخدي الدواء. ماما 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 يا واطية يا بنت بارم ديلو، اخبارك ايه؟ ايه؟ ماتت؟ امتى ده؟ يا حول الله يا رب، انا جايالك حالا، جايالك جايالك، ان الله وانا لا يرجعون يا رب. في ايه؟ مين اللي مات؟ ام سهواك ماتت دلوقتي حالا، الست الطيبه الكمل. طب يا اختي خلي بالك من اخوكي. استني بس، انت رايحه بهدوم البيت؟ اه صحيح. طب اديني العبايه والطرحه والبوك معاكي. ان الله وانا لا يرجعون يا رب، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا حبيبتي يا امي اهدي يا سندس وامني بالله، حرام كده. اهدى ايه بس، انا ما عنديش اغلى منها. اتفضل يا دكتور. هعمل ايه من غيرها؟ انا مش عارفه. اتفضل يا دكتور. الحقني يا دكتور الحقني. من فضلكم كله بره. لا بعد اذن حضرتك، من فضلك بره. خدها بره يا سامح وانا مع الدكتور. تعالي يا سندس تعالي. عايشة يا ما انت كريم يا رب. دكتور طمني، الله يخليك. هي بخير الحمد لله، هي في غيبوبة كبدية. طيب ننقلها على المستشفى دلوقتي؟ لو فات مش هنحتاج نقل المستشفى، بس حد يجيب لنا الدواء دكتور. طبعا على طول يا دكتور. يا حبيبتي يا امي الحمد لله يا رب، الحمد لله. اهدي بقى يا حبيبتي، ان شاء الله هتبقى زي الفل. الحمد لله يا رب يا رب يا نوال. الحمد لله يا رب. يا مزغود يا اللي اسمك سيد، انت يا ولا الله. في حاجة يا ست دهيك؟ طبعا هيكون في حاجة، أمال بدقلك إيه؟ منظرة؟ اجري جيب لي توك توك من على الشارع بره. أحلى توك توك لست الحارة كلها، ها؟ عايزاه مظبوط ولا زيادة؟ لا عاوزاه سادة وحياة أمك، راح أعزي عقبال ما أعزي فيك يا قادر يا كريم. ورينا عرض قفاك، ما تيلا تفخص على دي عيلة. خلص. حاضر حاضر. اديني واقفة. أول ما يخلص المحلول هتكون فايت إن شاء الله. كتر خيرك يا دكتور. في حد بيعرف يشيل المحلول؟ أيوة يا دكتور أنا بعرف. طيب حضرتك انا هستأذن، ولو في اي حاجه وبكلموني. شكرا يا دكتور. اتفضل يا دكتور انا مع حضرتك. سامح البوفيه بره في فرصه. بعدين بعدين يا سمس بعدين. اتفضل يا دكتور. ياه الحمد لله عدت على خير. الحمد لله يا رب. انا مش عارفه لو كان جرى لها حاجه كنت هعمل ايه. انا ما عنديش اغلى منها في دنيتي يا دول. ربنا يكتب لكم العمر الطويل يا حبيبتي. امين يا رب. امهاتنا دول احلى واغلى حاجه في حياتنا، احنا من غيرهم ما نسواش حاجه. عارفه اي حاجه ممكن تتعوض في الدنيا الا الام وحنان الام. وعلى راي المثل، ده اللي ملوش ام حاله يغم. صح. في الجنه ونعيمها يا حبيبتي، يا ام سندس يا ام روزه، وانا الثالثه. سيبينا وروحي فين يا غاليه؟ في الجنه ونعيمها ان شاء الله مع الابرار. يا لهوي يا خرابياني، ما جاش يومك النهارده يا خرابي يا سكاي. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا خرابي يا اختي، ما كانش يومك يا ابو سندس يا حبيبتي. اسعى عندك يا روحي يا صغيره على الموت يا ابو سندس يا حبيبي قلبي. ما كانش يومك يا اختي، ما كانش يومك يا غاليه، ما كانش يومك يا حبيبتي. قلب عندك يا سندس. ايه ده؟ وطي صوتك وما تصوتيش. ليه؟ هي امك بنت لطيس عشان اوطي صوتي؟ ده انا اعلي صوتي واعلي. هو اي حد اللي مات ده ام سندس اللي ماتت؟ لازم كل الناس تعرف ان امك ماتت. انا لله وانا اليه راجعون، في الجنه ونعيمها يا ام سندس. اهملي بقى، وطي صوتك هتصحيها. ليه؟ هو انا صوتي بيصحي الميتين يا وطي؟ ده لو صوتي هيصح امك هفضل اصوت 10 سنين قدامي عشان امك تصحى. بس بقى، امي ما ماتتش يا دوايا، ما ماتتش. فخص عليك يا بيت، فجابني من بيتي اصوت وهلل وتقولي لي جايه امك ما ماتتش وفي ظرف الموت؟ اسكوز بيه. بعد كده لما تجيبيني في موت امك تجيبيني بعد ال 40 اشرب اضمن اللي انا بعمله، سامعاني ولا لا؟ اهمتي بقى اهمتي. بس بس انا كنت فاكراها ميته، بس الدكتور لما جه وكشف عليها قال لي انها عايشه بس عندها غيبوبه كبديه. يعني امك عايشه؟ ايوه. يا بحارسها وصينا. طب الحمد لله يا اختي، الله اكبر، طمنتيني الحمد لله. ولا بركه ما اخش اطمن عليها. استني يا ستي يا ستي، لسه نايمه، ما فقتش ما فقتش من الغيبوبه. اهمدي واقعدي بقى. يعني امك الحمد لله بخير وعافيه؟
إله يكرمها ويديها الصحة والعافية. ده أنا اتخضيت خضيت عمري. النبي حارسها وصينها، والنبي ست طيبة، ربنا مش عاوز ياخدها لأن ست سكرة. طب لما الست كويسة أمال مالكم مكلضمين كده ليه؟ كأنكم واكلين سد الحانك. ده بتوشكوا قطع الخميرة من البيت، ده حتى خدوا فالكم من عيالكم. الحمد لله على سلامتها يا سندس. إن عاوزتي حاجة يا بنتي أنا تحت في المكتبة. تعيش يا عم جمعة، ما تحرمش منك أبدا. معايا يا سامح؟ معاك معاك يابا. مش عايزة حاجة يا سندس؟ ربنا يخليك يا سامح، بس كنت عايزة أديك فلوس الدواء والدكتور. إيه اللي أنت بتقوليه ده يا سندس؟ عد إحنا عشرة عمر برضه. يلا الحمد لله على سلامتها. الله يسلمك، متشكرة قوي. أدي الرجالة ولا بلاش، اسم الله عليك نخدمك في الفرح والهنا إن شاء الله بإذنك يا رب بطريقة أخضر. اعمل لك ايه تشربيه يا دواه؟ ايه يا اختي؟ اعمل لك ايه تشربيه؟ تعيش يا نوال، اسكتي يا قلبي اتقطع طول السكه، وانا اجعر واصوت في العربيات لما الناس كلها عرفت ايه اللي فيا. بقول لك ايه، لو تعملي لي ميه بسكر يبقى كتر خير، ولا اقول لك اعملي كوبايه شاي تشيل عشان تعدي دماغي. من عيني الاثنين. تسلم عينك يا اختي يا غاليه، انت كمان. بس بقى طول الوقت دودو 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 دودو. انت ايه يا شيخه؟ ده انت طلعتي ايه دلوقتي؟ ده وقتها يعني ايه ودي؟ يعني مدفعه ومتهوره وصرصاره. انت اللي قوم 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 قو